ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي بالقرنفل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبية التي تستخدم لإعطاء نكهة مميزة لعديد من الوصفات، بالإضافة إلى أنه مسكن للآلام وخصوصا الآلام الأسنان، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الصحية. أول حاجة، ما هي فوائد القرنفل؟ يتمتع القرنفل بفوائد صحية عديدة، حيث تعمل براعم القرنفل على علاج التهابات اللثة وتسكين آلام الأسنان، كما إن مضغه ينعش الفم والنفس. كما إن شاي القرنفل مفيد جدا للصحة وفي علاج الالتهابات أو العدوى اللي بتصيب الشعب الهوائية، كما إنه يقوم بعلاج التقلصات المعوية والتقليل من أعراض مرض الروماتيزم. طيب، طريقة عمل الشاي بالقرنفل إزاي؟ يتم وضع الشاي وفوقه نص ملعقة صغيرة من القرنفل في كوباية، ثم نضيف الماء المغلي عليه، ثم يتم تناوله بعد 10 دقائق، ويجب شرب 2 لـ4 أكواب من شاي القرنفل يوميا، يعني من 2 لـ4 أكواب من شاي القرنفل يوميا. أما فوائد زيت القرنفل فليه فوائد عديدة. بتدليك الجسم بيه بيساعد في التخفيف من الآلام العظام والمفاصل، كما ان تناولك لزيت القرنفل بيساعدك في التقليل من الشعور بالغثيان والتقلصات في منطقه الجهاز الهضمي، كما انه بيعالج حالات انتفاخ البطن. طيب، الاعراض الجانبيه بالنسبه لزيت القرنفل: بيتسبب في تهيج الجلد او الاغشيه المخاطيه. من الافضل تخفيف زيت القرنفل عند استعماله، يعني ما تجيبوش مركز، نخففه في تدليك الجسم عن طريق مزج قطرتين من زيت القرنفل مع 3 ملاعق صغيرة من أحد الزيوت التانية اللي هي القاعدة الدهنية، ذات القاعدة الدهنية. كما إنه لا يجوز استخدامه عند الحمل، فهو يزيد من آلام المخاض، يعني الحوامل ما يستخدموش. هي ديت فوائد القرنفل وطريقة عمله مع الشاي القرنفل والزيت. لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو. لو اول مره تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.